أما ثالثة هذه النقاط وأهمها والتي لا أريد أن أخفلها فهي موضوع التطبيع، موضوع التطبيع والمحاولات الدولية الدؤوبة من أجل تسويقه وتشجيعه. وإذا كان البعض يمكن أن يلتمس العذر على مضض لأي خطوة قامت بها الحكومات بناء على معطيات معينة، إلا أنني لا يمكن أن ألتمس عذراً لنا نحن ممثلو الشعوب المتحررين من الضغوط الدولية والابتزازات والإملاءات من أن يكون لنا موقف صارم من هذا الموضوع. إنني أدعو مؤتمرنا هذا إلى التأكيد صراحة في بيانه الختامي لا على رفض خطوة التطبيع فقط، بل رفض مجرد الحديث عنه والتسويق له. هذا الموضوع يجب أن نصنفه نحن كممثلي الشعوب في خانة الحرام السياسي والممنوع الأخلاقي وبشكل واضح ودون مواربة، وعلينا أن نقول بصوت واحد وواضح لا للتطبيع مع محتل غاصب ومجرم، لا للتطبيع مع قتلة الأطفال ومغتصبي الأرض ومخربي الزرع ومدمري الحجر، لا للتطبيع لأنه العنوان الفاضح للاستسلام والخنوع، لا للتطبيع لأننا لا نريد أن يلعننا التاريخ، لا للتطبيع لأن الحلم ماثل والنصر قادم والأمة ولادة والأيام حبلى والوعد حق، وكما قال عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكراً.